عملت لكم نوت بوك بحجم متوسط، وكمان عملت القلم بتاعها بنفس الشكل، الاتنين على شكل البطيخ، شكلهم كيوت جدا وهيعجبوكوا. كمان طريقة التنفيذ سهلة جدا. اول حاجة جبت ورق A4 بتاع الطباعة، ممكن تستخدموا اي نوع ورق يعجبكوا. المهم ان انا قسمت الورقة دي لمقاس 15 × 10.5، فهي طلعت معايا ورقتين، يعني الورقة الواحدة بتعمل ورقتين بالمقاس اللي انا قلته ده. هاتني الورقة بتاعتي بالنص زي ما انتوا شايفين كده، احتجت من الورق اللي بالمقاس ده كده 12 واحدة او 12 ورقة يعني، والورق ده انا عملته بست ورقات A4، يعني الست ورقات هيكفوكوا علشان تعملوا النوت دي. لميت الورق كله مع بعض كده وسويته، وخليت الناحية المتنية كلها في جنب واحد، والناحية المفتوحة بتاعت الورق في الجنب التاني. ومن عند الناحية اللي انا تانيها دي حطيت مشابك كده في الاطراف علشان امسك الورق وافضل ضمه على بعض. بعد ما ضميته كويس كده هبدأ احط شمع على الجزء ده كله، واحاول اخلي الشمع متساوي، يعني بعد ما احط خط من الشمع كده ممكن بسن المسدس نمشي عليه كده علشان يبقى متساوي. ممكن كمان في الخطوة دي تستخدموا الغرة بدل الشمع. سبتها بقى تنشف، وده كده شكلها بعد ما نشفت. كده انا كونت الورق بتاع النوت. دلوقتي بقى هنعمل الغلاف. الغلاف مقاسه 17.7 × 11 × 11.5. حطيت المسطرة من عند الطرف ده واخدت عليه ما عند 8.5، وبعدين نقلت المسطرة وحطيتها عند الطرف التاني واخدت عليه ما برضو عند 8.5. هعمل نفس الخطوات واخد نفس المقاسات في الجزء اللي قصاده على طول، فهنلاقي حددنا كده جزء صغير في النص. وبعدين هستخدم المبرد والمسطرة وهاخد خط كده بالمبرد عند العلامات اللي انا عملتها، وبعدين هتني الورقة من عند الخطوط اللي انا اخدتها بالمبرد دي. طبعا خطوة المبرد دي سهلت عليا كتير وعملت الخط مستقيم وواضح كده ومن غير مجهود. ولو مفيش مبرد ممكن تستخدموا سن المقص، بس خلوا بالكم لحسن الورق يتقطع. نسيت اقولكم ان ورق الغلاف ده كان ورق كانسون، وممكن تستخدموا ورق اللوح. ده كده شكلها بعد ما تنيتها، والجزء اللي في النص ده هو اللي هيتحط جواه الورق. انا قلبت الغلاف على ظهره علشان هزينه قبل ما احط الورق. قصيت ورقة باللون الاخضر مقاسها 4.5 × 17.7، ولزقتها على الغلاف من تحت كده بالدبل فيس او بالغرة. كمان لزقت الشريط الابيض ده كان 0.5 × 17.7. لو في اي زيادة في الاطراف كده ممكن نقصها عادي ونسويها مع الغلاف. تنيت التنايات اللي انا كنت عاملاها في الغلاف مرة تانية علشان اكد عليها، علشان الورق اللي انا حطيته ده يتني معاها. دلوقتي بقى هنجيب الورق بتاعنا ونحط غرة او شمع في الظهر كده، وبعدين هلزقه في الجزء اللي في النص ده اللي انا كنت عاملاه علشان الورق. مبدئيا كده ده شكلها. تعالوا نكمل تزيين بقى. جبت ورق تاني لون اخضر بس افتح شوية من الاولاني، ورسمت شكل زجزاج كده وقصيته. عملت كذا واحدة منه علشان الزقهم على الغلاف وزينه. بدأت الزقهم بقى كده بمسافات بعيدة عن بعض شوية، وحاولت تكون المسافات متساوية. لزقته كده على الورق الاخضر زي ما انتوا شايفين، وعملت كده في الظهر كمان. بعدين بدأت ارسم على الورق الاحمر بذور البطيخ بالقلم الفلوماستر الاسود. ممكن تستخدموا حتى القلم الجاف لو مش موجود القلم الفلوماستر، او تقصوا الاشكال دي على ورق اسود وتلزقوها. بس انا بستبعد موضوع القص ده علشان الشكل صغير جدا على القص هيتعبكوا، فافضل حاجة ان هو يترسم. وممكن كمان تستخدموا الاول القلم الرصاص علشان تضمنوا ان الرسمة مظبوطة والبذور كلها شبه بعض او قد بعض يعني بالتقريب. انا وزعت البذور بالشكل ده كده، وبعدين بدأت ارسم عيون وبق كده علشان اخلي الشكل مختلف. ممكن تستغنوا عن اي خطوة من خطوات التزيين اللي انا عملتها. استخدمت كمان المانيكير الابيض وعملت كده بظهر اي حاجة رفيعة نقط في العين، شكلها طلع كيوت جدا. وعملت الخدود دي بالدوائر الورق برضو. ده كده شكلها النهائي، شكلها مميز جدا والتزيين بتاعها تحفة، كمان حجمها مناسب قوي. وهسيب لكم كمان رابط النوت الصغيرة جدا اللي انا عملتها معاكم قبل كده، مناسبة قوي للشنط بتاعت الخروج اكتر من دي. دي مناسبة تتحط في شنطة كبيرة شوية. كمان المختلف بقى النهاردة ان انا نفذت لكم القلم بنفس الشكل بتاع النوت، فعاملين طقم حلو قوي مع بعض. فخلونا بقى ندخل على تزيين القلم. اخترت قلم باللون الاخضر علشان يسهل عليا خطوات التزيين، وهنستخدم اي تيب متوفر عندنا علشان نقسم القلم بالنص كده. وبعدين جبت مانيكير احمر ودهنت بيه نص القلم من فوق.
وبعدين ما اقتنعتش بصراحة باللون علشان كان غامق جدا فغيرته في الاخر. ومن عند النص التاني اللي لونه اخضر استخدمت مانيكير بلون ليموني كده او الاصفر، مش عارفة يعني اي درجة تانية مختلفة عن درجة القلم تكون في الوان الاخضر كده. عملت خطوط شكلها مش منتظم طبعا زي ما انتوا شايفين كده، بس يعني ايه وزعتها على اساس ان دي البطيخة من برة. على فكرة ممكن ما تزينوش القلم خالص خالص، يعني تخلوه سادة وتعملوا بس البطيخة من فوق كده زي ما انا هعملها بعدين، بس الخطوة دي بتخلي القلم مميز جدا. فاللي متوفر عنده المانيكير بالالوان دي يعملها هيطلع شكلها روعة. بعدين سبت القلم ينشف كويس وبعدين شلت اللزق وجبت قلم دوكو اسود وبدأت ارسم بذور على الحتة اللي هي لونها فوشيا او احمر دي من فوق. قلم الدوكو مش بيتمسح خالص، يعني ما ينفعش نستخدم قلم فلوماستر لان اول ما ايديكو تلمس القلم هيتمسح، فممكن تعملوا الخطوة دي بالمانيكير او بقلم الدوكو. كده بقى القلم نفسه بقى جاهز، شكله طالع تحفة. جبت ورقة وفتحت البرجل على 5 سنتي ورسمت دايرة، وبعدين فتحت البرجل على 4.5 سنتي ورسمت دايرة تاني، واخر رقم فتحت البرجل على 4 سنتي ورسمت دايرة تالتة، وبعدين قصيت بقى الدايرة دي اكبر دايرة يعني، بعدين تنيتها بالنص وبعدين تنيتها مرة كمان وتنيتها مرة تالتة لحد ما وصلت للشكل المثلث ده كده. هفتح بقى الورقة وبعدين هقص مثلث واحد من المثلثات دي، ده كده اللي هستخدمه في كل حاجة. جبت كرتونة وحددت عليها المثلث كده بالقلم الرصاص، بعدين قصيت المثلث وعملت منه 3 كمان، يعني كل اللي هحتاجه 4. حطيت جزء من القلم كده على المثلث واخدت مقاسه من كل الاتجاهات، وبعدين قصيت الكرتونة واخدت المثلث اللي انا قصيته وحطيته على مثلث تاني وحددت المقاس كده اللي انا كنت قصاه علشان اقصه على المثلث ده كمان، يبقى عندي مثلثين مقصوصين على قد القلم والمثلثين التانيين زي ما هما. لزقت المثلثين المقصوصين في بعض وبعدين لزقتهم في واحدة سليمة، بعدين حطيت شمع في الفراغ ده كده وحطيت عليه القلم، وهغطي الكلام ده كده باخر قطعة مثلثة عندي. قصيت ورقة باللون الاحمر على قد عرض الكرتون بتاعي، ممكن تستخدموا الفوم وهيكون اسهل والطف، بس انا استخدمت المرة دي ورق علشان الناس اللي مش متوفر عندهم الفوم. اعملوا فتحة صغيرة في طرف الورق زي اللي انا عاملاها كده علشان هدخل القلم في النص في الحتة اللي انا فتحتها دي، هتشوفوا دلوقتي لما اجي الزقها على القلم هتسهل عليا ازاي. بدأت اثبت الورقة من عند الجزء اللي فيه القلم، بعدين حطيت شمع على باقي المثلث وبعدين لفيت عليه الورقة كلها وقصيت الزيادة بتاعت الورق في الاخر، وطبعا غطيت الوش والظهر كده بالورق الاحمر. دلوقتي هنجيب الورقة اللي على شكل مثلث اللي قلتلكوا هنستخدمها في كل حاجة. قصيت الدايرتين اللي هما فوق بعض كده من المثلث واخدت الكبيرة عملتها على الورق الاخضر وسبت الصغيرة على الورق الابيض زي ما هي، وبعدين ثبتتهم على القلم فوق بعض كده وعملت كده برضو في الناحية التانية. وبالقلم الفلوماستر الاسود عملت بذور كده من فوق صغنونة جدا، وبعدين رسمت الملامح كده في الجزء اللي تحت، ممكن تخلوها كلها فيها بذور. وبرضو استخدمت المانيكير الابيض وعملت بيه نقط بيضة كده في العيون ورسمت شكل مختلف شوية من الجنب التاني. وكده القلم بقى جاهز، شكله تحفة جدا وكيوت، ممكن تنفذوه بالورق او بالفوم، ممكن كمان لو ما عندكوش كرتون تحطوا طبقات فوم فوق بعض لحد ما تكونوا كده سمك كويس تقدروا تستخدموه. وعلى فكرة سهلين جدا، عملتهم في وقت قياسي، وكمان ممكن تعملوا النوت دي ومن غير ما تزينوها على شكل البطيخ، ممكن تعملوها باي ديزاين تاني انتوا عاوزينه. ده كده شكل النوت مع القلم، شكلهم تحفة قوي ومميز. كمان انا عرفتكم الفكرة ازاي، يعني ممكن تكبروا او تصغروا مقاس الورق لو المقاس ده مش مناسب معاكم. وبس كده، يا رب يكون اختراع النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.